السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. بنحصد جميع نتائج المسابقات، القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع وقطاعات الناشئين المختلفة على مستوى الجمهورية. معي في الاستوديو الأستاذ محمد مجدي الصحفي بجريدة نادي الزمالك اليوم. أهلا وسهلا محمد، أخبارك إيه؟ منور. طبعا إنبي يختتم مباراة اليوم مع الجونة بفوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. طبعا مباريات الممتاز به البنك الأهلي في المجموعة الأولى، يحقق المفاجأة ويفوز على نادي سوهاج المنافس على ملعب سوهاج بهدف نظيف ويتصدر مجموعة الصعيد منفردا. جاءت نتائج كالتالي كالآتي: سوهاج والبنك الأهلي، فوز البنك الأهلي 1-0 بسوهاج، وتعادل المنيا وتلفونات بني سويف بدون أهداف، وفوز شبان قنا على نادي طهطا بهدف نظيف. طبعا البنك الأهلي متصدر المجموعة برصيد 18 نقطة، يليه بني سويف برصيد 16 نقطة، ثم الشبان المسلمون بقنا ب 14 نقطة، تليفونات بني سويف ب 14 نقطة، الألمنيوم 12 نقطة. ده ترتيب المجموعة الأولى مجموعة الصعيد. في المجموعة الثانية وهي المجموعة القاهرة، طبعا فوز سيراميكا كليوباترا طبعا وما زال متصدر برصيد 17 نقطة، ويليه في المركز الثاني نادي القناة برصيد 12 نقطة. طبعا في مباريات اليوم كانت مؤجلات: الحمام وسماد أبو قير، فوز الحمام 1-0 في هذه المباراة المؤجلة، ومنتخب السويس والداخلية 0-0، وما زال الداخلية ينزف نقاط. القناة والزرقاء، فوز القناة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، تعادل إيجابي ما بين كوكاكولا وسيراميكا. طبعا دي المؤجلات التي أقيمت اليوم. مجموعة الأسكندرية وبحري، طبعا في الصدارة نادي فاركو يفوز على نادي ألعاب دمنهور بهدف نظيف ويحتل المركز الأول ويتصدر المجموعة برصيد 18 نقطة، يليه نادي غزل المحلة برصيد 14 نقطة، ثم دمنهور في المركز الثالث برصيد 14 نقطة أيضا. بيلا وماليه كفر الزيات تعادل إيجابي بهدفين لكل منهما. المنصورة يفوز على الأولمبي بهدف نظيف. طبعا دي ترتيب نتائج المجموعة الثالثة مجموعة بحري. فاركو في المقدمة ب 18 نقطة، غزل المحلة بالمركز الثاني ب 14 نقطة، دمنهور بنفس النقاط 14 نقطة في المركز الثالث، الرجاء في المركز الرابع برصيد 12 نقطة. أستاذ محمد، أخبار وأحوال نادي الزمالك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كده طبعا من خلال شاشة قناة الصحة والجمال ومن برنامج حضرتك ملعب بلدنا، طبعا بنحب نشكر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على تكريمه الأكثر من الرائع لمنتخبنا الأولمبي والرياضيين الذين ساهموا في رفع علم مصر منتصرا. تمام. كانت لقطة طيبة جدا، وده مش حاجة مش جديدة عليه ولا غريبة عليه، في ظل ان دلوقتي شغله الشاغل اصلا ان هو يوصل بمستقبل افضل ومستقبل يكون واعد غدا باذن الله لشباب مصر. تمام. نخش بقى على نادي الزمالك يا باشا. طبعا بنبارك لجماهير نادي الزمالك بتخطي عقبة أول أغسطس. كان الزمالك لعب لقاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا، فاز 2-0، أحرز الأهداف النجم المتألق أشرف بن شرقي. تمام. خلى الزمالك دلوقتي يحصد أول ثلاثة نقاط في المجموعة. تمام. يليه في مقدمة المجموعة دلوقتي بقى شكل المجموعة بعد الجولة الثانية مازيمبي 6 نقاط جمعهم من فوزين. تمام. كان فوز منهم على الزمالك على أرضه، ثم في الوصافة نادي الزمالك 3 نقاط جمعهم من هزيمة وفوز. يلي زيسكو في المركز الثالث وأغسطس بنقطة واحدة لكل الفرقتين. تمام تمام. على أن تكون بقى المواجهة
المقبلة في المواجهة الثالثة، يعني في الجولة الثالثة في دور المجموعات، تمام. الزمالك أمام زيسكو 27/12 في زيسكو، ثم مازيمبي على أرضه هيستضيف أول أغسطس. تمام، دي هتبقى المواجهات. تمام، من خلال حضرتك برضه بنبارك للفرق المصرية، المصري بعد تخطي الجولة الثانية بفوز 4-2 ساحق، ويتصدر المجموعة متصدر المجموعة حاليا. وبيراميدز نفس الكلام، بعد صراحة كان أداء رائع جدا، تمام. بيراميدز فاز 6 والمصري كان فاز 4-2. وبرضك بنبارك للنادي الأهلي فوزه برضك بالجولة الثانية طيب، بما ان اللي احنا في نتائج طبعا المباراة الافريقية، لا ننسى نادي الشرقية حصوله على بطولة افريقيا للمرة ال25 في بطولة الرجال، وفوزه اول امس هوكي. على نادي سموحة وحصوله على اللقب 25 افريقيا، وكذلك انسات او سيدات نادي الشرقية يفوزن على نادي على منتخب غانا ويحصلن على المركز الاول لبطولة افريقيا للهوكي. طبعا نقول مبروك لنادي الشرقية، لان طبعا ده انجاز كبير وانجاز عظيم، بطولات افريقيا الهوكي الزعيم والمنفرد في هذه اللعبه طبعا نادي الشرقيه نادينا العظيم. استاذ محمد، طبعا طب نتكلم برضو ما زلنا في اخبار نتائج بطولة افريقيا. هو زي ما قلت لحضرتك ان الاهلي تخطى عقبه الهلال السوداني على ملعبه استاد السلام 2-1، تمام. في كان لقاء صراحه كان اكثر من رائع برضو كاداء ورجوله من لعيب الاهلي. دي كان تصحيح المسار بينهم هما والزمالك، الاهلي والزمالك صححوا المسار تاني، يعني حاولوا دلوقتي الاثنين في وصافه المجموعه. الاهلي تصدر مجموعته النجم الساحلي برصيد 6 نقاط، يليه الاهلي برصيد 3 نقاط، نفس شكل مجموعه يبقى النجم الزمالك بالظبط متصدر برصيد 6 نقاط، 6 نقاط، ثم والأهلي الأهلي 3 نقاط في المركز. جمعهم من هزيمة وفوز، تمام يليه الهلال السوداني. تمام تمام، ثم بقى نادي الزمالك دلوقتي كان استأنف تدريباته أو أمس بعد راحة خدها من مستر كارتيرون تمام بعد لقاء أول أغسطس، كان اداهم يوم راحة بس، أدى فيه اللاعبون تدريبات استشفائية وقسم التدريب على فترتين، كان فترة تشمل الجانب البدني ثم الشق الفني والخطط والجمل التكتيكية اللي بينفذوها خلال التدريب. تمام، بعد تعديل اللائحة من قبل الكاف بخصوص الانذارات الثلاثة، عشان ده كان شغل الشغل السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، أصبحت مشاركة فرجاني ساسي أساسية في اللقاء القادم طيب أمام يا أستاذ زيسكو. محمد، طبعا هنطلع لتقرير من مدينة الإسكندرية ونعود لكم سريعا إن شاء الله. تاني طبعا يعني محضر لنا فيديو جميل، نتائج نادي المصنع الحربي بمدينة الإسكندرية، نتائج مبهرة، متصدرين في مرحلة ال2002 ومرحلة ال2003 وأيضا اقتراب مرحلة ال2005 بعد فوزها على نادي منارة الإسكندرية اللي هي فاروس وسكور بنتيجة 1-0، وطبعا فوز الكبير لمرحلة ال2003 ب4 أهداف على نادي المنتزه، وطبعا خسارة نادي المصنع الحربي أمام نادي سموحة بهدف وحيد بعد إحراز هدف التعادل، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. طبعا نتائج مبهرة، صعود أكثر من فريق لتصفيات القطاعات، حاجة كويسة، إنجاز، لاعبين جيدين تم انضمامهم للفريق الأول، 5 لاعبين، طبعا دي حاجة كويسة جدا. الفريق الأول إن شاء الله عنده مباراة الأسبوع القادم في بطولة القسم الرابع، طبعا القطاع مهتمين بيه، حاجة جيدة. برضو المدربين مدربين أكفاء أمثال الكابتن محروس فليفل، الكابتن صابر محمود، الكابتن علي عرفة، الكابتن أحمد كاكا، الكابتن إيهاب التهامي، الكابتن أسامة عبد الحميد، الكابتن محمد فواز، والمشرف طبعا الكابتن محمود تركي، وما ننساش برضو الكابتن عبد الكريم حجازي والكابتن هشام، اكتر من 26 مدرب بالقطاع عشان مش حد يزعل لو نسيت اسمه. طبعا انجاز جيد في اول سنة مستحدثة لهذا القطاع بمدينة
الإسكندرية. أستاذ محمد طبعا طبعا فاجئونا بالتقرير تمام، وحاجات كويسة للنادي المصري الحربي بمدينة إسكندرية، حاجات مبهرة ومقومات جيدة لهذا القطاع. طبعا طبعا ما زلنا في أخبار نادي. طيب احنا أكدنا خلاص مشاركة فرجاني الساسي بعد ما تم تعديل الإيحاء من قبل الكاف، إن ما فيش عقاب بعد إنذارين، 3 إنذارات مثل الدوري المحلي عندنا، فبكده مشاركته خلال يعني اخذوا بالقاعده بتاعه الدوري المحلي بالظبط، هم عدلوا اللائحه شويه يعني. تمام. كانت السنه اللي فاتت انذارين بس. تمام. عندنا خبر تاني، انهى مسؤول الزمالك ازمه لاعب الزمالك السابق محمود فتح الله بعد حصوله على 50% من مستحقاته المتاخره. تمام. كانت مستحقاته طبعا 4 مليون وربع، تم اخذ 50% منهم، وال 50% التانيين اخذ شيكات، واتحلت الازمه ووصل حل الازمه للكاف، لان كانت في مشكله هتقابل نادي الزمالك من خلال هذه المستحقات. ودي الحمد لله كانت بقايا يعني فساد ولايه رئيس سابق، فبس الحمد لله. طيب خلينا في الحالي والجهد المبذول من الناس الموجودة. في نفس السياق، محمود فتح الله عرض مسؤول الزمالك على محمود فتح الله منصب مدير الكره للفريق الاول بالنادي. تمام. تمام. وهو دلوقتي اللاعب رحب، وفي خلال ساعات باذن الله سيتم الاعلان عن مدير الكره لنادي الزمالك اللي هو محمود فتح الله. محمود فتح الله نجم الزمالك السابق. يعني بناكد الخبر. تمام. خلال ساعات باذن الله. خلال ساعات محمود فتح الله مديرا لكره نادي نادي الزمالك. تمام. منح مستر كارتيرون شيكابالا راحه من تدريبات امس بعد تعرضه لنزله برد شديده. تمام. غاب على اثارها وخد راحه امس، وعلى حد معلوماتي ان شيكابالا سيغيب عن لقاء بيراميدز المقبل، الخميس المقبل. تمام. تمام. خارج القائمة عشان هو لسه لن يتعافى من إصابة، سيخضع لبرنامج علاجي مكثف، ثم لتحديد يتم بتحديد مشاركته خلال الأيام القادمة. تمام. طب كويس والله. بالظبط. طلب مسؤول الزمالك حضور جماهيري في لقاء بيراميدز المقبل، مستغلا طبعا الحضور الأفريقي اللي حصل الماتش اللي فات، فقال لك دلوقتي عايزين نرجع الجماهير، خصوصا إن احنا نخضع دلوقتي لأنظمة كويسة حديثة اللي هي زي شركة تذكرتي. تمام. تمام. البيانات الشخصية كلها ستكون متواجدة وكل حاجة، ما فيش قلق في المدرجات، فبإذن الله تعود الإيه الجماهير، فالزمالك بيستغل النقطة دي بإنه إيه يدخل جماهيره في خلال لقاء بيراميدز القادم. تمام. اتفق مسؤول الزمالك مع طارق حامد على تفعيل العقد الجديد له والذي يصل إلى 15 مليون جنيه في الموسم. تمام. وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، نظرا طبعا لمجهودات اللاعب الحماسية والرجولية خلال المباريات، فنادي الزمالك ما بيتأخرش على طول، بفرمان بسبب رئيس مجلس الإدارة مشاء مرتضى بضرورة تعديل عقده. تمام. ويجب على اللعيبه باذن الله ان شاء الله كل لاعب سيجتهد، هيتم نفس اللي حصل مع طارق حامد مع كل لاعب في الزمالك. تمام. بشكل نهائي استقرت اداره النادي على انهاء التعاقد مع المغربي خالد بوطيب، وده كنت قلته لحضرتك من حلقتين سابق هنا في البرنامج. تمام. خالد بوطيب خلال ميركاتو الشتوي القادم، نظرا لكثره اصاباته وعدم استفاده نادي الزمالك. مفيش حتى استفاده فعلا لهذا اللاعب نهائيا. مش خالص. انا ما تعرف شارك في مباراه مش فاكر اصلا هو يعني سجل كام هدف مع نادي الزمالك، هدفين ثلاثه فرنجي حتى المشاركات اصاباته كثيره جدا. وطبعا ده ما ينفعش لاعب مكتوب على قائمتنا لاعب دولي او اجنبي، فما ينفعش. تمام. وفي نفس السياق تركت الاداره برضو قرار عوده كاسونجو على ان يعود اللاعب للمشاركه في التدريبات خلال الساعات القادمه. تمام. للحكم عليه، يا يكمل مع نادي الزمالك يا اما سيتم تسويقه ويتم الاستعانه باي مهاجم اخر اجنبي مكان خالد بوطيب في القائمه، لان الزمالك ينقصه لاعب فقط افريقي مكان خالد بوطيب اللي هيتم الاستغناء عنه. تمام. وفي القائمه الافريقيه لاعب فقط. تمام. طلب بقى كارتيرون الانتظام في معسكر مبكر قبل لقاء بيراميدز، رغبة منه في الحفاظ طبعا على معنويات اللعيبة المرتفعة الآن بعد انتصارين متتاليين في كأس مصر وبطولة ودور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، فاستغل هذه الحالة المعنوية وقال لك حاول أخلي اللعيبة تركز أكتر، وعايز يخلي يدخل في معسكر غالبا فجر اليوم عشان اللعيبه تركز اكتر طبعا، المدى لانه يعلم مدى صعوبه هذه المواجهه، وان انا بقول لحضرتك برضك المواجهه دي ستؤثر على شهرين مقبلين لنادي الزمالك اذا فاز بهذه المباراه. اكيد طبعا ستفرق معاه معنويا بشكل كبير جدا، ولو لا قدر الله حصل اي اخفاق ربما
تحصل عدم ثقة وذبذبة في الفريق مرة أخرى. تمام. فنتمنى إن شاء الله أنها تعدي على خير، لأن هي مباراة صعبة عكس مباراة نهائي كأس مصر. كان هناك دي ظروف، مدير فني آخر وظروف، وكان جديد. فالله أعلم، لسه هنشوف الاختبار الحقيقي لمستر كارتيرون. تمام. كما أكدت من قبل مع حضرتك، عمر جابر على طاولة نادي الزمالك. تمام. أنباء بتشير بتوقيع اللاعب سرا لنادي الزمالك. تمام. ولكن هناك خبر، وعلى مسؤوليتي، ان عمر جابر ابدى رغبه لمجلس اداره نادي بيراميدز ان هو عايز يعود لنادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي. ولكن المشكله هنا ان يعني رغبه اللاعب انه يعود لنادي طبعاً الزمالك. طبعا. ولكن في هناك هنا مشكله في الصفقه، ان عمر جابر بيشارك في الكونفدراليه فلا يحق له المشاركه في دوري ابطال افريقيا. فالزمالك عايز يستغل المقعد اللي فاضل في القايمه بلاعب هيجي هيلعب. هو غالبا زي ما بقول لحضرتك، وعلى مسؤوليتي، كاسونجو. تمام. تمام. بس في مفاوضات جاده فعلا. فين؟ بالنسبه لكاسونجو. كاسونجو عوده من الاعاره بتاعنا اصلا. تمام. انما قصدك تقول عمر جابر يعني؟ انا بقول لك عمر جابر في الزمالك خلاص. يعني اكيد على مسؤوليتي. تمام. زي ما بقول على حضرتك، على مسؤوليتي الان برضه. ان شاء الله. انباء بتشير بتوقيع كل من ناصر ماهر واحمد حمدي. تمام. للزمالك. تمام. وبالاخص كان خلاص احنا داخلين على القيد الشتوي خلاص، كلها ايام. يعني الشتوي والصيفي، واللي مش يعني اللي مش هيلعب في الشتاء هيلعب في الصيف. تمام. فاهمني؟ بشكل اساسي استقر مستر كارتيرون على خوض لقاء بيراميدز بنفس تشكيلة لقاء أول أغسطس، بل ربما في المباريات القادمة كلها. تمام. أيضا. تمام. طبعا استعاد الزمالك مجهودات عمر السعيد في التدريبات أمس بعد تعافيه من الإصابة. تمام. يعني هيكون موجود في قائمة لقاء بيراميدز. طب توقعك إيه لهذه المباراة بقى، مباراة بيراميدز والزمالك؟ بيراميدز يمكن جماهير الزمالك متخوفة منها. تمام. متخوفه منها، لان كان في زي ما تقول كده ايه، كان في يعني بعض تصريحات مستر دي صبر المدير الفني لفريق بيراميدز في المؤتمر الصحفي في لقائه في بطوله الكونفدراليه، بان هو ينتظر الصقر من الزمالك بعد طبعا الهزيمه الثقيله الذي نالها في نهائي كاس مصر. طبعا كانت نتيجه ثقيله جدا، ما اعتقدش ان في فريق كسب بيراميدز بهذه النتيجة الكبيرة، 3 أهداف دون رد. في مباراة الأهلي. لا، الزمالك وبيراميدز نهائي كأس مصر. وبيراميدز لا، الأهلي تقريبا هم واجهوا بعض 4 مرات، بيراميدز فاز في 3 بالمسمى الجديد، وبالمسمى القديم كان خرج الأهلي برضك من كأس مصر. تمام. تمام. توقعاتي أنا ستكون مباراة سهلة للزمالك إن شاء الله. إن شاء الله. طب النتيجة، طيب توقعك النتيجة؟ أنا توقعي 2-1 للزمالك. 2-1؟ طب 3-1 للزمالك. ماشي على 10. ماشي. طيب احنا طبعا سريعا كده، طبعا نتائج قطاع الناشئين بنادي مدينه نصر. مدينه نصر ما زالت فرق القطاع في الصداره، منها مواليد 2000 طبعا ما زال متصدرا قمه القاهره بفوز كبير على نادي حلوان البلد بسداسية نظيفة، وينفرد بالمركز الأول بقيادة الكابتن محمد السبكي والكابتن أحمد عاشور والكابتن طبعا توتو نجم نادي الترسانة المشرف على هذا الفريق، فريق الشباب بالنادي. وطبعا مديرا فنيا الكابتن أشرف عبده، مدير فني لهذا الفريق، وطبعا مع الكابتن أحمد عاشور، الكابتن محمد السبكي مع 99 طبعا، والاداري الكابتن سلامة الضوي. وطبعا فريق 2007 حدوتة النادي، صراحة فريق جاي جدا، كل مباراة يكسب بسكور، يعني كل مباراة حتى توقعوا هذه النتيجة قبل بداية مباراتهم مع نادي المطرية. طبعا يكتسح نادي المطرية ب7 أهداف، يعني نتيجة كبيرة. كل النتائج 6 أو 7 أو 5، 6 أو 7 أو 5، دي حاجة كويسة. وهم متصدرين بعد فوزه التاسع، ومتصدرا قمة القاهرة لمواليد 2005. يدرب هذا الفريق الكابتن ناجي مختار مديرا فنيا، والكابتن طارق عبد الله مدربا عاما، وطبعا مدرب حراس المرمى الكابتن حاتم الجندي مدرب حراس مرمى هذا الفريق.
طبعا. واليوم فوز نادي مدينة نصر اليوم خارج ملعبه مواليد 2003 يفوز خارج ملعبه على النادي ابو السعود بثلاثة اهداف مقابل هدفين. مديرا فنيا الكابتن عبد الرؤوف محمد احمد، ده المدير الفني لفريق ال 2003. النتائج كويسة ويقترب من الصدارة في المركز الثالث طبعا، ويساعده الكابتن احمد حسين مدربا عاما، ومدير حراس المرمى الكابتن مصطفى جابر. طبعا نتائج جيدة لهذا الفريق. وغدا ان شاء الله مباراة الفريق الاول، ولكن في علامات استفهام لمنطقة القاهرة، علامات استفهام كثيرة. المباراة على ملعب نادي مدينة نصر ما فيش مشاكل، والبولة الرقمية قالت كده، لا بعديها بيوم المباراة على ملعب عرب الحصن في المطرية ما فيش مشاكل. اليوم المباراة غدا، اليوم المباراة على استاد المحافظة بمدينة السلام بالقاهرة، المباراة في تمام الساعة 12 الساعة 12 ظهرا تمام، في استاد المحافظة بمدينة القاهرة. يعني يا ريت المنطقة، يعني ملعب عرب الحصن، ملعب مش عارف سكر حديد، ملعب، لا عايزين القرار خلاص بقى، لا ده جداول وفريق أول لدرجة أولى مش ناشئين. يا ريت الاهتمام شوية من جانب مسؤولي مسابقات القسم الثالث والرابع بمنطقة القاهرة. أستاذ محمد، ما زلنا في أخبار نادي الزمالك. بالظبط، هناك كان خبر انتشر على المواقع، أحد بعض المواقع، بأن إدارة الزمالك طلبت من مستر كارتيرون منح الفرصة للبدلاء وعدم الاعتماد على توليفة معينة تمام من اللاعبين. كان هناك إشاعة أيضا بوفاة نجم الزمالك السابق عمرو زكي، وطبعا دي إشاعة عار تماما من الصحة، مفيش كلام، لاعب بحالة جيدة جدا بصحة كويسة، هو نفى بنفسه، طلع نفى الكلام ده تمام. بس الخبر اللي واقف عنده هنا اللي هو بيقول لك إدارة الزمالك طلبت من كارتيرون منح فرصة للبدلاء، مفيش الكلام ده تمام. طبعا تمام، لسه الراجل جاي، يعني ما أعتقدش إن حد طلب منه أي حاجة، لسه بيستكشف أصلا اللاعبين تمام. أستاذ محمد، الزمالك بيناشد جماهيره التسجيل عبر تذكرتي تمام، عبر تذكرتي لاستخراج البطاقة التشجيعية حتى يتمكنوا من حضور المباريات القادمة تمام. وقال لا تحدث الأزمة اللي حصلت في مباراة أول أغسطس، إن تقريبا نص الجماهير ما دخلتش بسبب إنها الإعلان عن المباراة كان بصورة سيئة شوية تمام تمام. الزمالك ينفي استبعاد الدكتور محمد عيد من الجهاز الطبي للفريق، هو مكمل مع المفير، مكمل يعني استبعاد، هو مفيش اي استبعاد طبعا. كان هناك مباراه لفرقه مواليد 2002 مع الانتاج، مع 2001 مع الانتاج الحربي بملعب الانتاج الحربي، وكان حضرها مستر كارتيرون لرؤيه بعض الناشئين، وكانت انتهت بفوز الزمالك 2-0 ليواصل تصدره لجدول المسابقه تمام تمام. اللي عايز اوضحه برضه لجماهير الزمالك، اتفضل. مواجهات الزمالك خلال هذا الشهر، قلنا بيراميدز الخميس المقبل 12 ديسمبر، طلائع يلي طلائع الجيش الاثنين 16 ديسمبر، يلي سموحه الجمعة 20 ديسمبر، ثم الانتاج الحربي الثلاثاء 24 ديسمبر تمام. على ان يختتم نهاية الشهر بزيسكو الزامبي في زامبيا ان شاء الله 27 من هذا الشهر الحالي. مواجهات دور 16 لكأس مصر، الأهلي والترسنة، الزمالك وسموحة، أبو كير وحرس الحدود. تحدد أيام؟ لسه هتحدد بعد خلال أول الشهر تمام. وادي دجلة ونادي اف سي مصر، الاتحاد زائد أسوان، الجيش والمقصة، المقاولون والمصري، الإسماعيلي وبيراميدز تمام. والفائز من الأهلي والترسانة هيقابل الفائز من أبو كير، عشان الناس مش عارفة الحتة دي، أن أبو كير وحرس الحدود وليس المقاولون المصري، لأن مؤجل الماتش أبو كير وحرس، لا ده كأس مصر تمام، كأس مصر هي المجموعة متحددة كده، ده طريق الأهلي وده طريق الزمالك تمام. الزمالك وسموحة الفائز منهم سيواجه الفائز من وادي دجلة ونادي اف سي مصر، وأنا كزملكاوي أنا أتمنى اف سي مصر طبعا عشان نعوض التعادل اللي حصل في بأمان إن شاء الله أسمح. رسالة بس لمن يهمه الأمر، يعني طارق حامد نجم كبير، أكيد نجم منتخب مصر جدال عليه، مرشح للفوز ببطولة لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا. أتمنى إن ما فيش حد يتحدث عنه ويتكلم عنه بسوء. لا طارق حامد نجم كبير طبعا، طارق حامد مش محتاج إن حد يتكلم عنه، لاعب خلوق داخل الملعب وخارج الملعب، على المستوى الشخصي راجل خلوق جدا جدا جدا. فأتمنى يعني من بعض المسؤولين أو في المنافسه في النادي التقليدي ان بلاش التحدث عن طارق حامد تمام، منعا للازمات في الفتره أكيد القادمه اكيد طبعا.
وطبعا اخر حاجه بقى بختم مع آخر حاجة حضرتك عن اتفضل. نادي الزمالك، عشان بس كان احد اللاعبين تحدث عن نادي الزمالك بسوء برساله عبر تويتر، تمام. فانا طبعا مش هقدر ارد غير اقول نادي الزمالك طبعا نادي الزمالك نادي كيان اكبر من اي كبير، ونادي طبعا شخص، لا لا ما يردش على حد طبعا، نادي فاهمني؟ الزمالك من الأندية فنادي كبيرة طبعا. بالظبط، نادي الزمالك تاريخ عريق في افريقيا وعربيا قبل ان يكون كبير في مصر. إن شاء الله. طبعا في ختام هذه الفقرة الأولى كان ضيفنا طبعا الأستاذ محمد مجدي المراسل بجريدة نادي الزمالك. طبعا هنطلع لتقرير من مدينة الإسكندرية ونستقبل لعيبه نادي المصنع الحربي مواليد 2000 والصاعد لتصفيات القطاعات على مستوى الجمهوريه، اللاعب صلاح عياد واللاعب احمد رجب واللاعب محمد طارق. يا احمد فواز، يسعدنا ان بعد مباراه الجمارك وطرمبات الماكس النهارده يكون معانا الكابتن اشرف العاشري مدير فني الجمارك. اهلا بك. اهلا بيك. اهلا بيك. هارد ليك، هارد لك على المباراه، ونقول اول مباراه في الدوري النهارده، ورايك في المباراه؟ والله هو طبعا سوء ارضيه الملعب لها تاثير مهم، طبعا احنا كنا مستعدين ما كناش عارفين ان الملعب بالطريقه ديت، فالتدريب كله كان على ملعب نجيل صناعي، فبرضه الملعب يعني قدر الله ما شاء فعل. والاول بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكر ربنا طبعا، وبعد ربنا بشكر لعيبتي، الناس اللي واقفه في ظهري بجد، يعني انا معايا مجموعه لعيبه على اعلى مستوى ما تلعبش في رابعه. الحب بيسود بينا كلنا الحمد لله رب العالمين، وبعد كده انا اول حد بهديله الفوز ده زوجتي، لان هو في طاره وساندتني كتير كتير جدا يعني، فانا بهديها الفوز ده من خلالكم، وبهدي الفوز لمجلس الاداره طبعا والمكتب التنفيذي. احنا كلنا تعبنا، مفيش حد فينا ما تعبش، ومفيش حد فينا قصر، الحمد لله ربنا كلل تعبنا النهارده باول 3 بونت، الله اكبر، اول 3 بونت في مشوار الدوري. هو ان شاء الله احنا واقفين وبندعي ربنا ان فريقنا يوصل وتكون بدايه مشرفه يعني، واحنا بفضل طبعا شباب الترمبات بدانا نشتغل في النادي، وزي ما حضرتك شايف كده يعني بدايه مشرفه باذن الله. زميل الاعلامي احمد فواز، سعدنا ان يكون معانا الكابتن ابراهيم هريدي النهارده مدير نادي ترمبات الماكس، ونحب نعرف رايه النهارده في اول مشاركه ليه النهارده في دوري الدرجه الرابعه. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نرحب بحضراتكم في ارض ملعب نادي ترمبات الماكس، والحمد لله ان احنا بعد 15 سنه عدنا النشاط تاني في النادي، وبداخلين المستوى الرابع وعندنا البراعم ان شاء الله وعيده وساده، بس انا ليا طلب ان تنقلوا لنا للساده المسؤولين ان نادي ترمبات الماكس نادي شعبي وما عندوش اي امكانيات ولا موارد ماليه وما فيش اي امكانيات خالص، ف يعني نرجو من المسؤولين ان هم يبصوا لنادي ترمبات الماكس سواء في اعانه ماليه او اعانه نقديه او ماديه، بالنسبه للملعب الخماسي عندنا عايزين يتزرع، او الملعب هنا، او مدرجات، او الى اخره، يعني اي مبلغ يقدر يساعدنا واحنا نكمل بيه مع الباقي، يبقى حضراتكم تشكرهم على الوقفه اللي توقفوها معانا دي. احمد فواز من فاكهه الكره القدم في نادي الاتحاد السكندري لترمبات الماكس، النهارده يكون معانا نجم الاتحاد السابق كابتن الحر النهارده محمد موسى. اهلا بك. طبعا الجماهير الاتحاد القديمه كلها ما تعرفش ان الكابتن حن ابن منطقه الماكس ورئيس قطاع الناشئين بنادي ترمبات الماكس النهارده، والف مبروك على الفوز، وتوعد جماهير بقى نادي الماكس النهارده. اقول لجماهير نادي الماكس والناس اللي ساندونا دايما معانا، والله ينور عليكم، ودايما متكاتفين مع الفرقه، ده تعب سنه باكملها عمالين نحفروا ونجروا ونتعبوا، فهو ده لازم ربنا يكرمنا الخير، وبعد غياب النادي ترمبات الماكس مقفول 14 سنه حققنا وقدرنا ان احنا نفتحوه في ظرف 8 شهور، وداخلين فريق الاول وفريق 2000 وقطاع البراعم، فالحمد لله اللي احنا وصلنا المجهود، فلازم ربنا يكافئنا باللي احنا فيه دوت اللي هو الفوز النهارده، واحنا كنا محفزين اللعيبه، لان الارض عندنا ان ما ينفعش نخسره 3 بونت ولا نتعادله، احنا بالنسبه لنا هنا تعادل، بالنسبه لنا هزيمه، فالثلاثه بونت هنا باذن الله
ربنا يكرمنا الخير، وده من الثلاثة بونت في أرضنا واخدينهم بإذن الله، وبره برضو محفزين اللعيبة ان الثلاثة بونت جوه وبره. معانا طبعا الكابتن عصام عنتر، طبعا موجود كان معانا في نادي الاتحاد وراح أندية ياما ومن دمنهور، وكان معانا الله يرحمه الحاج سيد حنفي، كان ده لاعب مشهور برضو هنا وكان راح الاتحاد، والحاج سيد عروسة، وكابتن عبده حسين، وكابتن حمدي درويش، وكابتن سعيد، كان معانا هنا ناس عمالقة والناس دي معروفة في مجال الكورة. كان برضو الناس دي طلعت من نادي ترمبات المكس على نادي حرس الحدود اللي هو كان الأول اسمه السواحل. الناس دي اللي وصلت لدخل الدرجة من درجة ثالثة لحد موصلوا أولى به، وبعد كده اتسمى حرس الحدود وبدأ يجيب أجيال. طبعا الأجيال دي ارجعنا لكم تاني. ده كان تقرير من مباريات احد مباريات القسم الرابع بمنطقة الاسكندرية، نادي طرمبات المكس او نادي المكس ونادي الجمارك، وتمكن نادي المكس بالفوز على نادي الجمارك بهدفين نظيفين، ولكن للأسف الشديد الملعب سيء جدا. ياريت الاهتمام بهذه الأندية، الملعب حتى يتنجل تنجيل نجيل صناعي على الأقل عشان الشباب وعلشان الكتلة السكنية، لأن منطقة المكسب الأسكندرية منطقة كبيرة ومكتلة بالسكان، ياريت أو مكتظة بالسكان، ياريت الاهتمام لهذا النادي. طبعا معنا انضم في الاستوديو طبعا لاعبي نادي المصنع الحربي، طبعا كافئناهم ووعدناهم قبل ذلك الفرقه اللي تصعد تصفيات قطاعات، طبعا نجوم الفريق هيكونوا موجودين معانا على الهواء. وبالفعل انضم الينا الكابتن صلاح عياد. ازيك يا كابتن صلاح؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. والحارس الجيد الكابتن محمد طارق. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. والحارس الجيد ايضا الكابتن احمد رجب. ربنا يخليك. منورين رجال. ربنا يخليك. طبعا دوت لاعبي مواليد فريق 2002 بنادي المصنع الحربي. طبعا ميدو عياد او صلاح عياد طبعا اللي احرز هدف الصعود في المباراه التي اقيمت اول امس. طبعا كده الحمد لله رب العالمين، الفريق متصدر مجموعه الاسكندريه وتم صعوده. طبعا وكذلك معانا برضو الحراس حارس مرمى محمد طارق، حارس مرمى جيد جدا، وكذلك احمد رجب طبعا من الحراس جيدين. قول لي صلاح كده في البدايه كده احوال الفريق كده والمقاومات الصعود اللي كانت متوفره لكم شكلها ايه؟ هو احنا الحمد لله كنا بادئين فتره اعداد عالي على اعلى مستوى مع الكابتن احمد علي، كابتن علي برضوك، وكابتن ايميل ماهر، وكابتن حسن عطيه، وكابتن اسامه. كنا بنشتغل، كانت الاداره بتاعت النادي كانت موفره لنا كل حاجه في من معدات عشان خاطر التمرين، ادوات التدريب، ادوات التدريب، الملاعب بقى، الملاعب كانت على اعلى مستوى طبعا. ما كناش مخلينا عايزين محتاجين اي حاجه خالص. تمام. يعني الحمد لله الفرقه كنا ماشيين اول على طول بنكسب، في الناس كلها كانت بتشكر في الفرقه، وناس كتير لها أدوار كبيرة معنا في الفريق من اللعيبة عملوا مجهود خرافي. بسم الله ما شاء الله عليك. طيب قول لي محمد طارق كده بالنسبة لعارين أو حراسة مرمى نادي المصنع الحربي مواليد 2002. أهو الحمد لله يعني ربنا وفقنا يعني وقدرنا نحافظ. أنتوا الاثنين 2002؟ أه الحمد لله. أنت لعبت كم ماتش بقى؟ لعبت خمس ماتشات وخمس ماتشات. أه أنتوا بس لعبنا دي ولا إيه؟ بالتساوي كابتن. بنلعبوا يعني بنظام الدور عشان طبعا حراس جيدين، فكل واحد الحمد لله رب العالمين يا كابتن. طب دي حاجة برضه كويسة لأن نظام الدور ده كويس جدا. الحارس بيبذل قصارى جهد عشان طبعا دي منافسه شريفه. الحمد لله ربنا وفقنا ومعنا كابتن اسامه عبد الحميد، يعني هو ليه الفضل كبير قوي بعد ربنا وسامة. يعني والله وهو الحمد لله يعني. طب وانت احمد رجب بقى قول لي كده يعني. والله الحمد لله كابتن، يعني اولا بنشكر ربنا مجهود متواصل، لاعيبه على اعلى مستوى اداره وجهاز فني محترم، يعني الحمد لله ده تعب ومجهود وربنا كرمنا. حد صعد الفريق الاول؟ رب العالمين. اه الحمد لله. اتمرنت مع الفريق الاول؟ اه اتمرنت ودخلت السكور اول ماتش. طلعت تمرينه واحده بس. طب كويس ماشي. واحده واحده. وانت يا احمد رجب؟ اه الحمد لله كابتن، دخلت السكور في اول ماتش مع نادي المحترم نادي المنتزه، مع كابتن حمد البرنس وكابتن احمد المنشاوي طبعا، كابتن يعني
ناس على اعلى مستوى، ناس في منتهى الاحترام والادب. بسم الله ما شاء الله طوال قوي، ايه ربنا يطرح فيك البركه. ربنا يخليك. قول لنا صلاح كده، يعني طبعا مين بقى هداف الفريق؟ بلال هو هداف الفريق، وعندنا كمان زيزو. بلال محمد صلاح من 2003 وحسام كمان، حسام محمد، وكمان زيزو وشيكا والتوأم احمد وخالد. تحسوا الزمالك كلهم، انا بقول لك الهداف كله والمصري كله ياخد حقه يا كابتن. تمام. والمصري ناس كتير. ايوه. والسمني وعبد سعيد ومحمد هاني حسن محمد صلاح. ايوه. انت هتقول 30 لاعب والله كابتن هم صراحه علينا كابتن. والله هم. طب قول لي يا محمد يا طارق كده، بالنسبه لحراسه المرمى، طبعا انت استفدت، كنت بتلعب فين الموسم الماضي؟ انا بدات اساسا مع اكاديميه الزمالك. تمام. يعني هي تقريبا اللي اسستني اساسا في حراسه المرمى. بعد كده رحت مركز شباب سموحه. تمام. بعد كده بقى رحت المصنع الحربي. يعني انت من سموحه للمصنع؟ اه. تمام. وانت احمد رجب؟ انا كنت في كانت في المصنع كابتن. ابتديت مع الكابتن احمد علي طبعا. قعدت سنه كامله كنت ما كنتش اتقيدت لسه. كان في احمد كيمو وعماد محمد. تمام. فانا سنه بحالها ما كنتش بلعب، فجاء ربنا كرمني السنه دي الحمد لله رب العالمين، وكان معايا محمد طبعا، محمد من الناس المحترمه، ولعبنا مع بعض السنه دي، ادينا موسم كويس الحمد لله رب العالمين. بتحبوا بعض بقى ولا؟ اه طبعا الحمد لله. والله احنا يعني بره عن الكوره وعن اي حاجه كابتن، محمد اخويا، في علاقه اخوه جامده بيني وبين محمد طبعا، والفريق كله طبعا، مش انا ومحمد بس. قول لي صلاح، بدايتك كانت فين بقى كلاعب؟ بدايتك كلاعب كنت في اكاديميه كابتن محمد النني، بتاع ماسكها كابتن محمد عادل ابو حطب، نجم الاهلي ومقاولين العرب. كانت بدايتي معاه، وبعد كده للنصر التعدين، ومن النصر التعدين السكه حديد، والحمد لله اخيرا في المصنع الحربي. طب لقيت في فوارق بالنسبه للنصر التعدين والسكه الحديد بالنسبه للمصنع الحربي، ولا مفيش فارق؟ لا، في فارق كبير صراحه. يعني الادوات والاهتمامات والملاعب، يعني الملاعب صح، الملاعب كمان يعني كان في فارق كبير بين النصر التعدين والسكه حديد والمصنع الحربي خالص. يعني الفرق كبير هناك، لا يعني اداره محترمه برضك، وناس على ناس على اعلى مستوى برضك. المدربين دول اهم شيء في المدربين في المصنع الحربي. يعني مش هقول لك ان الناس، الله يبارك لهم، ناس عاليه يعني خالص. كابتن احمد علي جهد عالي، كابتن احمد علي هو صاحب الفضل علينا كلنا في الفرقه، ان هي وصلت للمجهود ده. ربنا يوفقك يا رب. قول لي كده محمد طارق، انت حابب تكون زي مين كده محليا كده؟ جنش طبعا. انت زملكاوي بقى؟ ايه؟ زملكاوي. انا اهلاوي بس جنش. زي ما بتحب انت جنش. جنش. مدينة اسكندرية جنش لاعب في الهلال طبعا. وعالميا بقى؟ عالميا ما تريش تيجي. تمام ده. احسن واحد تقريبا. وانت احمد رجع؟ طبعا احمد الشناوي طبعا، حارس الزمالك السابق وجرم وبيراميدز الحالي. تمام. ده يعني مثلك العام ده ماشي الحمد لله. هو طبعا انا بحبه من ايام ما كان في نادي الزمالك طبعا. هو جون كويس بسم الله ما شاء الله. طيب ومين عالميا بقى؟ مانويل نوير. تمام. ده انتوا مختلفين كمان في تطلعاتك اصلاح في الفتره المقبله بقى ان شاء الله باذن الله. طموحاتك ايه كلاعب جيد؟ انا ان شاء الله بتمنى ان انا اعمل موسم كويس ونسعد للقطاعات مع الفرقه بتاعتي، وان شاء الله بعد كده يعني حلمي ان انا اوصل لنادي الاهلي. ده امنيتي من وانا صغير، وهدفي ان انا بشتغل على نفسي عشان خاطر اوصل للهدف ده واحققه ان شاء الله. طبعا بالمجهود طبعا. بالمجهود ان شاء الله. والمستوى هو اللي بيوصل. ايوه طبعا. المكانه الجيده المستوى هو رقم واحد بالنسبه ل لتطلعاتك في الفترة القادمة. طبعا ما ننساش برضو براعم نادي المصري فرع مطروح، طبعا بيلعبوا باسم نادي المكسب بمحافظة الاسكندرية، طبعا متصدرين فريق 2006 بقيادة الكابتن سامح الزناتي، وال 2007 بقيادة الكابتن محروس فيليف المتصدرين ايضا، وال 2008 بقيادة الكابتن طبعا محروس فيليف ايضا متصدرين، هو كابتن نبيل الحمامي طبعا متصدرين مجموعة الاسكندرية بعد فوزهم على أندية العباري والسكة الحديد. طبعا براعم جيدين جدا. وعايز أنوع عن شيء علشان تلاحظه في الآونة الأخيرة، التلاعب باسم نادي المصري اللي هو فرع السلوم بالمصري البورسعيدي.
تعالى اوديك المصري بورسعيد وادفع مقابل مادي قد كده تمام، الواد بيسلم تأمين ومش عارف ايه وبيتمرن في القاهره. لا طبعا النادي المصري المطروح لا يمت باي صله للنادي المصري البورسعيدي، طبعا ده تابع لمنطقه مطروح وبيلعب في القسم الثالث وبيلعب طبعا دوري صعد لدوري الترقي قبل كده السنه اللي فاتت واللي قبليها. وطبعا النادي المصري البورسعيدي طبعا معروف طبعا. معانا مداخله من اسكندريه ماشي. الو. ايوه يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا والدة الحارس المرمى محمد طارق. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا محمد. يا اهلا وسهلا حضرتك. عايز اصور بس الكابتن. اتفضلي. ازيك؟ عايز اشوف حضرتك يا فندم. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا رب محمد. الله يخليك. اتفضل حضرتك. طبعا اللي محمد طارق فيه طبعا. ده محمد طارق يعني من الحراس الجيدين. والله. الله يخليك يا رب. طبعا من الحراس الجيدين محمد طارق وربنا يكرمه يا رب كده ونشوفوه في مرتبه عاليه وانديه ممتازه ان شاء الله باذن الله. الله. شكرا جزيلا والدة الحارس محمد طارق من مدينه اسكندريه. لها فضل كبير قوي عليا الصراحه جدع محمد بجد. لها فضل كبير قوي قوي يعني. طبعا الاب طبعا يا كابتن. اي اب وام اي حد يتمنوا يشوفوا ابنهم في احسن مكانه وفي احسن منزله طبعا. اي حد يتمنى يشكر ابوه وامه على اللي هم بيعملوه طبعا. هم دايما هم اللي واقفين في ظهر كل لعيب مننا عشان خاطر يوصل اللي هو فيه تركيزه. انتوا بقى ردوا الجميل بقى ان شاء الله. ان شاء الله بجد جميل. بعد وفاه ابويا كنت زماني بايظ بس هي امي الله وقفت جنبك طبعا. لا انا زماني قاعد هنا اساسا تمام. طبعا الرد الجميل بقى ان شاء الله طاعة الوالدين. ان شاء الله طبعا الله. بعد طاعه ربنا اولا طبعا. دي اهم شيء بر الوالدين ده ما هو بيلبي لك رغباتك. لا يبقى في بقى رد الجميل. الجميل في ايه؟ في طاعه الوالدين. الطريق المستقيم اللي انا ماشي عليه بعيد عن اي انحرافات سلبيه. برضو هدفي الاول والاسمى الهدف اللي هو التعليم اللي انا بتعلم او في مدرسه ودروسي ده رقم واحد. اما الكوره رقم اتنين وبديها برضو اولوياتها ولكن لها وقتها المحدد تمام. ده عشان تمشي على الطريق الصحيح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا ما ننساش طبعا ما ننساش فوز براعم نادي مدينه نصر مواليد 2010 على نادي الشبان المسلمين بهدفين نظيفين على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر. طبعا ده الفوز الثاني على التوالي بقياده الكابتن احمد ندى. طبعا ما ننساش نجم الفريق اللاعب وائل حمزه نجم الفريق. طبعا لاعب جيد جدا برعم من البراعم المتميزه في نادي مدينه نصر. طبعا في اسماء لزمايلكم برضو عايزين تقولوها. ايوه طبعا لازم نقول اساميهم. معانا طبعا السمني لاعب السمني ويوسف سعد وايتو والتوأم خالد واحمد واحمد جابر وعبد المنعم سعيد ومحمد صبحي وجمال حسن ومحمد هاني جمال والمصري. لعيبه جيده ولعيبه كويسه. وبلال ايوه لعيبه جيده. وزيزو وحسام كابتن فريق على اعلى مستوى. يوسف النشارتي طبعا كابتن لعيبه كبيره وليهم الفضل في المجهود اللي الفريق فيه دلوقتي واللي احنا فيه. ربنا يوفقك يا رب. طبعا ما ننساش البرعم مواليد 2008 اللاعب احمد حامد السيد من براعم طبعا البراعم المتميزه. طبعا لعيب جيد جدا واحرزها هدفين. هدف فوز في مباراة نادي العباري وهدف فوز في مباراة السكة الحديد للدوري البراعم المقام في الاسكندرية. لاعب جاي جدا. لاعب طبعا بنتمنى له مستقبل باهر ان شاء الله باذن الله لانه من اللاعبين المتميزين الجيدين. في ختام هذه الفقرة بقى عايز تحب توجه كلمة شكر لمين بقى؟ عايز بس الناس تدعي لصاحبي حسام محمود لاعب مركز شباب توسون. حصل تدخل ما بيننا في اخر ماتش ده وجاله كسر مضاعف في عصبة رجله الشمال تمام. فهي الكرة غصب اساسا. انا بعد ما مسكت الكرة ودخل في ركبتي فحصل له كسر مضاعف وعمل العملية الحمد لله النهارده الصبح تمام. نجحت الحمد طبعا لله. الشفاء طبعا بنتمنى له الشفاء برضه من نقول له على الهوا الحارس مرمى نادي طوسن طبعا ربنا طبعا يقوم فيرويد. بيلعب فيرويد فيرويد طبعا ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله باذن الله. نفتح كويسه منك يا محمد يا طارق. وانت احمد عايز توجه بقى والله مين. كابتن عايز اشكر اي حد كان سبب هو يكون ان انا اقعد في المكان قدام حضرتك ده. اي حد ربنا. كان هو سند ليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يوفقك يا رب. وانت يا رب احب اشكر اهلي
ابويا وامي وصحابي واللعيبه بتاعت الفريق برضو كأهم حاجه، كل الناس اللي كانت بتدعمني سواء على المستوى الشخصي او حتى اللي ما شافنيش على السوشيال ميديا برضو كان بيتواصل معايا ويدعمني. الناس دي لها فضل عليا في المستوى اللي انا فيه. ربنا يوفقك يا رب. طبعا ان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم باذن الله، وفي تمام الساعه 9 حلقه ناريه ان شاء الله باذن الله عن التخبط في قطاعات الناشئين بالانديه والسمصره اللي ما بيتقوش ربنا، وبعض الشركات اللي هي طبعا على الفيسبوك ده احنا عندنا العديد من الانديه وعندنا انديه كتيره وعندنا وعندنا طبعا، ولكن هواء. فان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم باذن الله، وفي تمام الساعه 9 مساء، وبرنامجكم ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.